طبعا لاننا كلنا بنتابع مسلسلات كتير، احنا بنحاول كمان يعني نعمل رصد كده معاكم، نشوف كمان الناس على السوشيال ميديا بتقول ايه، ايه اكتر التعليقات. ومفيش شك طبعا ان مسلسل الحشاشين عامل الحقيقه حاله من الانبهار، حاله جميله. انا سعيده جدا من اسئله الناس، كل ما تسأل معناها ان انت مهتم، معناها ان انت بتفكر، معناها ان انت عايز تعرف، معناها ان انت بيتقدم لك حاجة وانت حاسس ان الحاجة دي جديدة وعايز تعرف كل تفاصيلها. فكل اللي بيشوف الأماكن، سواء الأماكن اللي تم فيها التصوير فعلا زي ما امبارح اتكلمنا فيها على الديكور، وطبعا التصوير الأماكن، وطبعا عرفنا أن التصوير كان في كازاخستان، والتصوير مثلا امبارح اللي كان في البحر كان في مالطا، يعني الحقيقة بذلوا مجهود كبير. لكن كمان الحكاية كلها يعني عاملة مستوى كمان كده عالمي في التصوير. في كمان عنصر مهم جدا، ما هو الدراما مليانة عناصر كتير، خلينا متفقين انها صناعة، فالصناعة ليها ادوات كتير. اهم حاجة جوه الدراما كمان الملابس، خصوصا لما تكون اعمال تاريخية او فيها حقب معينة، فبالتالي انت لازم تبقى لابس زي الزمن وزي الزي، وتبقى ملتزم بيها علشان كمان تقدر تقنع المشاهد اللي بيتابع بالشخصية اللي بيأديها وبالزمن وأيضا الحالة. لكن كمان هي مش بس ملابس البطل والبطل، لكن حالة كلها، كل الناس وصناع العمل أو الممثلين كلهم. الحشاشين طبعا زي ما احنا قلنا، وجهنا التحية امبارح لصناع الديكور الخاص بالحشاشين، واحنا مهتمين في التساعة هنا ان احنا كمان نظهر لحضراتكم يعني صناعة العمل بتتم ازاي، خاصة الناس اللي بتبذل مجهود كبير، ونعرف بيعملوا ازاي. على الصورة زي ما انتم شايفين دي الازياء، الملابس، الملابس مهمة قوي، علشان كده انا هعرف التفاصيل الان من مصممة ازياء ملابس الحشاشين الاستاذة كريستيانا امير. كريستيانا مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك؟ الحمد لله. كريستيانا مبروك، ومجهود كبير جدا الحقيقه مبذول في الحشاشين. ميرسي ميرسي، الله يبارك فيكي. يعني انا عايز اعرف اولا، هي حقبه مش سهله، قديمه جدا، بعيده عننا جدا، في اماكن ما عندناش عادات وتقاليد فيها كتير، دوله فاطميه داخل معاها اتراك، داخل معاها كذا حاجه، فالمصادر ازاي قدرتي تعملي التوليفه الصح دي؟ هو المسلسل فيه دول وعوالم، يعني في فرنسا، سلجوقي، فاطمي، عباسي. صحيح. طبعا الريفرنس كان صعب، بس بقدر الامكان كان في ابحاث كتير لمؤرخين او في كتب لتاريخ الازياء، سواء متطورها سواء في مصر او في تاريخ الازياء عموما. في قطع موجوده في متاحف، فاحنا حاولنا قدر الامكان ناخد الموتيفات اللي بتميز كل حاجه من دول والموتيفات من قطع المتاحف دي، وندخلها في الازياء اللي بنعملها في مصنع، سواء عن طريق تطريز او باترن او ديزاين اصلا. تمام. يعني اولا يعني طبعا بحييكي، لانه انت كمان عندك مشاهد كتير وملابس كتير، لكن قولي لي لما بداتي تعملي بروفا بقى بالملابس ومع الديكور، هل رجعتي صححتي حاجات او اضفتي حاجات؟ يعني كلمينا على الحاله دي. اكيد طبعا. هو مبدئيا هو انا بادئه شغل في المسلسل بعد ما هم اوريدي بداوا تصوير باسابيع، يعني انا رحت في الاسابيع الاولى. ما كانش في وقت ان انا افضل فتره كبيره احضر، انا كنت بحضر بالتوازي مع التصوير. تمام. فطبعا دكتور بيتر كان معايا، ويعني ما اعرفش حضرتك عارفه ولا لا، بس ده اول عمل درامي في اسمي. فطبعا كنت داخله قلقانه جدا، كنت طبعا يعني مسؤوليه رهيبه. بس اللي كان مطمني طبعا دكتور بيتر، انا يعني كنت واثقه يعني مليون في الميه ان هو مش هيعدي حاجه من غير ما يعلق. او ايوه، تفاصيل التفاصيل. طبعا طبعا، يعني هو بيهتم بالتفاصيل كلها فعلا، يعني انا كنت متاكده انه هيطلع الشغل في احسن صوره، فده اللي كان مطمني.
اكيد، وده اللي مخلي الناس الحقيقه تسال وتستمتع، ولسه قدامنا يعني حلقات كتيره، واكيد هيكون لنا كلام اكتر واكتر. احنا بنحييكي والى الامام، وان شاء الله يعني نتكلم اكتر تاني لما كمان الحلقات تدخل، يعني يبقى في احداث اكتر من كده. بشكرك شكرا جزيلا، مصممه ازياء مسلسل الحشاشين كريستينا امير، شكرا كريستينا على المداخله.